بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. تم بعون الله تعالى تشكيل لواء درع ادلب بقياده المقدم الركن حسان الجدوع والقائد الثوري ايمن عباس التابع للمجلس الثوري العسكري بمحافظه ادلب، وذلك بتوحيد الكتائب التاليه: كتيبه شهداء الحري القائد العسكري الملازم اول احمد الحسين، كتيبه ابو عبيده القائد الثوري شكر الله عساف، كتيبة درع الشرق القائد الثوري خالد أحمد حسن، كتيبة درع التوحيد القائد الثوري رياض محمد حسين، كتيبة درع الأخوي القائد ميدان يا جماعة صراخبي، كتيبة سيوف الحق القائد العسكري الملازم ايدم سيطل، كتيبة فرسان الرسول القائد العسكري العقيد محمود الحمود. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر.